أما الحاجة الأولى وهي الأساسية وحتى الحاجة الثانية والثالثة التي ذكرت في هذه الرواية الشريفة كما قلت في أول كلامي تتفرع عن هذه الحاجة. قال يحتاج المؤمن إلى توفيق من الله. التوفيق ما المراد منه؟ التوفيق في لغة العرب الوصول إلى المرام، البلوغ إلى المراد. ولذلك من يكون من الشباب متكاملا في أعضائه البدنية وسيما متكاملا في خلقته جميلا في لباسه في سلوكه وما يقصد حاجة إلا وتمكن من الوصول إليها، العرب تسمي هذا الشاب بالشاب الموفق. من هنا ورد في الروايات الشريفة أن الإمام الحجة إمام زماننا عليه السلام في زمان ظهوره يظهر في سن 30 في صورة الشاب الموفق. المقصود هذا المعنى، التكامل في الخلقة الجسدية، التكامل في الخلقة الظاهرية، في جمال الصورة، في جمال الملبس، وأنه ما يقصد حاجة إلا وقد قضيت تلكم الحاجة. التوفيق في لغة العرب بهذا المعنى، الوصول إلى المرام، البلوغ إلى المراد. أما التوفيق في نظر أهل المعقول، لأن هذه المسألة تدخل في المباحث العقائدية، التوفيق في نظر أهل المعقول هكذا يعرفونه، توجيه الأسباب لبلوغ الخير. وهذا البحث يدخل في مباحث اللطف الإلهي، أنا لا أريد الدخول في مبحث كلامي أو فلسفي، لا أريد أن أشط كثيرا عن البحث الروائي والروايات المتعلقة بهذا المبحث، لكن بشكل موجز أقول الكلاميون يقولون هكذا أنه يجب على الله اللطف. هذه الكلمة كلمة جافية واقعا، حتى وإن قالها علماؤنا، نحن نقول إن الذات الإلهية الكمال الإلهي، الكمال الإلهي هو من ذاته هو يستوجب اللطف. الكمال الإلهي من شؤوناته من جماله يظهر منه اللطف، لا نقول يجب على الله اللطف، وإن كانت هذه الكلمة من الجهة الشرعية لا إشكال فيها. على أي حال، بحث اللطف الإلهي والمراد من اللطف الإلهي أن الباري سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب للعبد في الوصول إلى عمل الخير، كبعثة الأنبياء، كمقام الأئمة والأوصياء، كإنزال الكتب والشرائع، هذه كلها تدخل في دائرة اللطف الإلهي. التوفيق هو داخل في هذه الدائرة، ولذلك يعرفونه هكذا، توجيه الأسباب للوصول إلى الخير، لمطلوب الخير، لتحقيق الخير. هذا المعنى اللغوي وهذا المعنى الكلامي أو المعنى الذي يذكره أهل المعقول في تعريف التوفيق. والمعاني سواء كانت اللغوية المعنى اللغوي الذي ذكرته أو هذا المعنى يتقاربان في الروح، لأن المراد من التوفيق إعانة الباري. في الروايات الشريفة هكذا عرف التوفيق بأنه المعونة، ولذلك هذا المعنى نحن نطلبه في كل صلاة، إياك نعبد وإياك نستعين، نحن نريد العبادة لك لكن نريد الإعانة منك، فإن العبادة من دون إعانتك لا يمكن أن تتحقق، إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك في روايات أهل البيت التوفيق هو المعونة.
في كتاب الفقه الربوي، هذا الكتاب الذي تنقل فيه الأخبار والأحاديث عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. رواية عن الإمام الرضا في هذا الكتاب، أحدهم يسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يقول: يا ابن رسول الله، أليس أنا مستطيع لما كلت؟ أليس أنا مستطيع لما كلت؟ لما كلفت من قبل الله، يعني التكاليف الشرعية التي أنزلت علي والتي يجب علي أن أأتي بها، أليس أنا مستطيع للإتيان بها؟ أليس أنا مستطيع لما كلف؟ إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، الرواية منقولة عن الإمام المعصوم، هكذا سألت العالم. وفي الغالب المقصود من العالم إما الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وإما الإمام الرضا، وإما الإمام الجواد، في الغالب هكذا. على أي حال، السائل يسأل الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن رسول الله، أليس أنا مستطيع لما كلف؟ الإمام يقول له صلوات الله وسلامه عليه: ما الاستطاعة عندك؟ ماذا تفهم من معنى الاستطاعة؟ قال: القوة على العمل. أفهم من معنى الاستطاعة هكذا، أعتقد أن الاستطاعة القوة على العمل. ماذا قال له الإمام المعصوم عليه السلام؟ قال: أعطيت القوة إذا أعطيت المعونة. يعني هذه القوة التي أنت تفسر فيها معنى الاستطاعة، وأن الاستطاعة هي القوة على العمل، أنت أعطيت القوة على العمل إذا أعطيت المعونة. فقال: يا ابن رسول الله، ما المعونة؟ قال: التوفيق. التوفيق هو المعونة. حينئذ يسأل هذا السائل، قال: لما يعطى التوفيق؟ إذا كان الباري يعطينا القوة، لما إعطاء التوفيق؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: إنك إذا كنت موفقا كنت عاملا، فإن الكافر قد يكون أقوى منك لكنه لا يعطى التوفيق فلا يكون عاملا. فالأصل هنا في المعونة، الأصل هنا في التوفيق. ثم إمامنا الرضا، ثم إمامنا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يستمر في كلامه، فيقول، يسأل هذا الرجل فيقول له: هذه القوة التي تعمل بها، من الذي خلقها فيك؟ قال: الله تبارك وتعالى. قال: إنك بهذه القوة المودعة فيك تتمكن أن تدفع ضرا عن نفسك، أو تجلب نفعا لها من دون معونة الله تبارك وتعالى. قال: لا. قال: إذن لم تنتحل ما لا تقدر عليه؟ لماذا تقول أن الاستطاعة هي القوة وأنا بالقوة أتمكن من إنجاز العمل؟ إذن لم تنتحل ما لا تقدر عليه؟ الأصل في إتيان العمل الصالح بالتوفيق، بالمعونة الإلهية. قال: فأين أنت عن قول العبد الصالح: وما توفيقي إلا بالله؟ الإمام يشير إلى قول نبي الله شعيب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام في الآية 88 من سورة هود: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الإمام يقول له صلوات الله وسلامه عليه: أنت لم تنتحل هذه العقيدة وهذا المعنى؟ فأين أنت عن قول العبد الصالح: وما توفيقي إلا بالله؟ لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الرواية، لكن من خلال هذه الرواية يتبين لنا معنى التوفيق، أن التوفيق هو المعونة، الإعانة واللطف من قبل الباري سبحانه وتعالى. ولذلك رواية ثانية يذكرها شيخنا الصدوق في كتابه التوحيد، الرواية ينقلها جابر ابن يزيد الجعفي رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا الباقر عليه السلام.
جابر بن يزيد الجهدي يسأل الإمام الباقر عليه السلام عن معنى قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الإمام هكذا يبين معناها، قال لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله، لا حول لنا عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بتوفيق الله عز وجل. قبل قليل ذكرت لك معاني التوفيق، أن التوفيق إما أن الإنسان يأتي بالعمل الصالح، وإما أن الإنسان يجتنب عن العمل الفاسد. والإمام يبين هذا المعنى الذي ذكرته مقتبس من هذه الرواية الشريفة. الإمام قال لا حول لنا عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لنا على طاعة الله إلا بتوفيق الله عز وجل. الآن اتضح لنا معنى التوفيق في اللغة، معنى التوفيق عند أهل المعقول، ومعنى التوفيق في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والتوفيق هو المعونة، والإنسان من دون التوفيق لا يتمكن أن يحقق نجاحا في أي جانب من جوانب حياته العملية الدينية والدنيوية، حتى في الجانب العقائدي وحتى في نية الإنسان. نفس النية الصالحة تحتاج إلى توفيق، ولذلك الروايات الشريفة الواردة في هذا المعنى عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه من كلماته القصار، قال التوفيق عناية، عناية من الله. في رواية ثانية التوفيق عناية الرحمن، التوفيق عناية، في رواية ثانية التوفيق عناية الرحمن، التوفيق رحمة، التوفيق من جذبات الرب. جذبات جمع لجذبة، والجذبة هي الصلة والوسيلة المقربة للعبد، النفحة التي تقرب العبد إلى ربه. التوفيق أول النعمة، وأول النعمة ولاية أهل البيت. من هنا يتضح لنا أن المراد حقيقة من التوفيق ولاية أهل البيت. يأتي الكلام عنها تباعا. التوفيق قائد الصلاح، التوفيق رأس النجاح، التوفيق رأس السعادة. لا نعمة أجل من التوفيق، لا قائد كالتوفيق. هذه كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إمامنا الباقر عليه السلام يقول لا نعمة كالعافية، ولا عافية كمساعدة التوفيق. والروايات كثيرة في هذا المعنى، لا تكون السعادة إلا بالتوفيق. وسائر حالات الإنسان، سائر المعاني التي يعيشها الإنسان لا تكون إلا بالتوفيق. ولذلك الروايات الشريفة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أمده التوفيق أحسن العمل. يكون مدده التوفيق من الله سبحانه وتعالى فيكون قد أحسن العمل. رواية ثانية تتحدث عن العبادة، أنه كيف يتمتع العابد بعبادته إن لم يعنه التوفيق. التمتع بالعبادة، والمراد من التمتع بالعبادة بمعنيين. المعنى الأول هو إدراك حلاوة المناجاة، والمعنى الثاني هو الآثار العملية للعبادة في حياة الإنسان. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، سائر العبادات هذه الصفة موجودة فيها. الصيام أيضا ينهى عن الفحشاء والمنكر. من معاني التمتع بالعبادة هو عمل الإنسان بالآثار العملية للعبادة، وهذه الآثار العملية للعبادة لا ينالها الإنسان من دون التوفيق. ك
كيف يتمتع من يتمتع بالعبادة إن لم يعنه التوفيق؟ رواية أخرى عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لا ينفع اجتهاد من غير توفيق. اجتهاد يعني شدة الإنسان، مواصلة الإنسان، إخلاص الإنسان في مداومة العمل الصالح والانقطاع إلى ذكر الله والمداومة على العبادة، هي التي يعبر عنها بالاجتهاد في روايات أهل البيت. رواية أخرى أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام: لا ينفع علم من غير توفيق. خير الاجتهاد ما قارنه التوفيق. رواية عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه أنه من لم يعنه التوفيق لم ينب إلى الحق في الباب العقائد. من لم يعنه التوفيق لم ينب إلى الحق، والحق عقيدة أهل البيت، الحق الإمام المعصوم، الحق كما في روايات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين معرفة الإمام المعصوم. من لم يمده التوفيق لم ينب إلى الحق. تلاحظون هذه المعاني كلها وغيرها من المعاني الأخرى التي أشارت إليها روايات كثيرة. أصلا عندنا رواية صريحة عن سيد الأوصياء يقول: كما أن الجسم والظل لا يسترقان كذلك التوفيق والدين لا يسترقان. وهذه الرواية جامعة لكل المعاني السابقة. تلاحظون أن الجسم، المثل الذي أشار إليه إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، كما أن الجسم في جميع حالاته لا يسترق عن الظل، الأجسام الكثيفة لها ظلال، كما أن هذه الخاصية موجودة في الأجسام الكثيفة لا بد لها من الظلال، كذلك التوفيق لا بد أن يكون مرافقا مساوقا كمرافقة الظل للجسم يرافق الدين، وإلا الإنسان الذي لا ينال التوفيق لا ينال حظا من الدين. وأصل سلامة دين الإنسان في التوفيق من الله. وإلى هذا المعنى أشار إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه حين قال: يحتاج المؤمن إلى، وحاجة المؤمن إلى أي شيء؟ حاجة المؤمن إلى العاقبة المحمودة، حاجة المؤمن إلى سلامة المسلك، حاجة المؤمن إلى العقيدة السليمة الواضحة، حاجة الشيعي إلى الارتباط الصادق المخلص مع إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. هذه المعاني كيف يصل إليها من دون التوفيق الإلهي؟ ولذلك يحتاج المؤمن إلى التوفيق من الله، لا بد من التوفيق الذي يرافق الدين كما يرافق الظل هذه الأجسام الكثيفة، كما بين ذلك لنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في الرواية التي أشرت إليها قبل قليل. وهذه المعاني من معاني التوفيق ومن آثار التوفيق. آثار التوفيق: سلامة مسلك الإنسان، نجاة الإنسان، وصول الإنسان إلى الغاية المحمودة. هذه الآثار نجدها جلية في الزيارة الجامعة الكبيرة حين الحديث عن الذين يتبعون أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ماذا تقول الزيارة الجامعة الكبيرة؟ نخاطب الأئمة عليهم السلام: من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك. إذن التوفيق هنا، نحن قلنا التوفيق آثاره سلامة طريق الإنسان. من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك. تحضرني أبيات لأحد علماء العامة الذين استبصروا شيخ محمد مرعي أمين الأنطاكي، كان من علماء العامة ومن قضاتهم
من الأزهريين، وبعد ذلك هداه الله إلى مذهب الحق، إلى طريق الفرقة الناجية، إلى التشيع لأهل البيت، وكتب كتابا، وهذا الكتاب معروف، لماذا اخترت مذهب الشيعة، أو لماذا اخترت مذهب أهل البيت. له قصيدة تحضرني أبيات من هذه القصيدة تتناسب، والمعنى الذي أشارت إليه الزيارة الكريمة: من أتاكم نجا، وهل هناك من نجاة إلا في طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يقول فيها لماذا اخترت مذهب آل طه، لماذا اخترت مذهب آل طه وحاربت الأقارب في ولاها، وعشت ديار آبائي وأهلي وعيشا كان ممتلئا رفاها، لأني قد رأيت الحق نصا ورب البيت لم يألف سواها، فمذهبي التشيع وهو فخر لمن رام الحقيقة وامتطاها، فهل ينجو بيوم الحشر فرد سار في غير مذهب آل طه. من أتاكم نجا ومن لم يأتكم هلك، هل هناك من نجاة إلا في طريقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا معنى أشارت إليه الزيارة الجامعة. معنى آخر في فقرة أخرى، ونحن نخاطب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم: سادتي أئمتي موالي، سعد من والاكم وهلك من عاداكم، وخاب من جحدكم، وضل من فارقكم. تلاحظون المعاني واضحة، في جانبهم التوفيق وفي جانب غيرهم الخذلان. سعد من والاكم، وهلك من عاداكم، وخاب من جحدكم، وضل من فارقكم، وفاز من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، وسلم من صدقكم، وهدي من اعتصم بكم، من اتبعكم فالجنة مأواه، ومن خالفكم فالنار مثواه، ومن جحدكم كافر، ومن حاربكم مشرك، ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم. أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى، وجار لكم فيما بقي. سعد من والاكم، وفاز من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، وسلم من صدقكم، من اتبعكم فالجنة مأوى. هي هذه معاني التوفيق في أزهى حللها، في أوضح مراتبها. عبارة أخرى في الزيارة الشريفة تبين لنا أجلى معاني التوفيق من لحاظ آخر: وجعل صلاتنا عليكم، في نسخة أخرى وجعل صلواتنا، والمعنى واحد، وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم. بأي شيء كانت الصلاة وبأي معنى؟ وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم، طيبا لخلقنا، وطهارة لأنفسنا، وتزكية لنا، وكفارة لذنوبنا. وهذا النص صريح في أن الصلاة على النبي وآله إنما هي لأجلنا، والمنفعة تصل فيها إلينا. تلاحظون المعنى واضح،
أن المنفعة في الصلاة على النبي وآله صلوا على محمد وآل محمد. فالمنفعة واضحة جلية في هذا النص، وجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا إلى غير ذلك من المعاني الكثيرة التي وردت في هذه الزيارة الكريمة أو في غيرها من النصوص المحصومية الشريفة التي تحدثنا عن معاني التوفيق في جانب أهل البيت، وأن التوفيق إنما يكون في طريق أهل البيت، إنما يكون في التمسك بعروتهم الوثقى التي لا انفصام لها أبدا، لا في عالم الدنيا ولا في عالم الآخر. التوفيق الذي يحتاجه المؤمن هو هذا المعنى، وهذه المعاني إنما يوفق لها الإنسان، وإنما يصل إليها الإنسان بطول المكوث على أبواب أهل البيت. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من لج ولج، من لج في التوسل، ومن لج في المناجاة، ومن لج في طلب الحاجة، وفي الرواية إن الله يحب السائل اللحوح، وأفضل حاجة يطلبها الإنسان التوفيق لرضا الباري، التوفيق لرضا إمام زماننا صلوات الله وسلامه.